خلينا نبدأ بفقرتنا الأولى وفقرة حائط صد. اللي حصل امبارح بالنسبة لي لا يمكن السكوت عليه، لأنه بعد خسارة منتخبنا الوطني لمباراته الودية أمام تونس، لو سمحت يا برجاوي، احنا كنا من أسبوع كده جبنا كلمة للكابتن محمود الخطيب وهو بيتكلم فيها، بيقول الأولوية لمصر، الأولوية لمنتخب مصر، أرجوك جهزها. فامبارح منتخبنا الوطني لعب مباراة ودية، فنيا لما تيجي تتكلم فنيا هي مباراة سيئة للغاية فنيا، لكن ظهرت بعض الأصوات في بعض البرامج وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بتحاول تقول ان غياب 4 من لاعيبه النادي الاهلي عن المنتخب تسبب في الخساره. انا رديت على الكلام ده امبارح، ولكن الحقيقه لم اكن اتوقع ان يخرج مشرف عام على المنتخب والمدير الفني للمنتخب اللي انا بقى اكن لهم كل احترام وكل تقدير، الاثنين حازم امام ده صديق كنت انا وهو بنقعد في اوضه واحده في ايام المنتخب، روي فيتوريا انا بعتبره واحد من افضل المديرين الفنيين، ولكن الكلام اللي بيتقال ده ما يصحش يا جماعه. هي تصريحات روي فيتوريا وحازم وكابتن حازم امام هبقى ارد عليها بس في وقتها، لكن خليني اقول لكم اللي بيقولوا الاهلي هو السبب. هو انتم مصدقين نفسكم ان تقولوا على الاهلي هو السبب، ولا هي اي حاجه بيتم محاوله عمل فتنه بيها وخلاص؟ ده احنا ما بقالناش يومين عملنا هنا حوار ونقاش مفتوح عملناه عن الاعلام الرياضي، وبنقول انها هتكون بدايه لتناول موضوعي لكل القضايا الرياضيه والبعد عن الاراء المتعصبه واثاره الفتن، لكن للاسف الشديد لا حياه لمن تنادي. اتحاد كره القدم ممثلا عنه الحاج عامر حسين طلع على الهوى، مش اسلام، اتحاد كره القدم طلع على الهوى وقال ان فيتوريا قبل المشكله دي، قال ان فيتوريا حل نفس المشكله دي لنادي الزمالك قبل كده ومسؤول ان هو يحلها امام الاهلي. حضراتكم ما سمعتوش الكلام ده ولا ايه؟ هو حضراتكم نسيتوا اللي حصل في مباراه الزمالك وبطل تشاد؟ بلاش دي. هو التنسيق اللي بيعمله المنتخب في كل معسكر، وانا بقول اهو في كل معسكر مع كل اللاعبين المحترفين خارج مصر، واللي بيغيب منهم لاعب واثنين وثلاثه على الاقل في كل معسكر وبينضموا في الاوقات مختلفه وزي ما هم عايزين وبيمشوا بدري، هو انتوا دي الحاجات دي ما بتاخدوش بالكم منها؟ ايه يا كابتن حازم؟ هو البرامج اللي بتتكلم بهذا الشكل حضراتكم مش حاسين ان انتوا فاقدين المصداقيه عند الجمهور بسبب ازدواجيه المعايير؟ ده لو كان في معايير اصلا. انا باكد للمره المليون المبادئ عند النادي الاهلي ان منتخب مصر اولا والأولوية دائما، اللي هيقول غير كده يستحق، لا يستحق شيء، محدش يقدر يقول غير كده أساسا إلا لو كان حد مش وطني. ده أنا نفسي أشوف حد يعمل زي النادي الأهلي ويقول وينفذ، مصر أولا، منتخب مصر أولا وأخيرا كمان. ده مبدأ عمره ما هيتغير مع النادي الأهلي مرة تانية وتالتة وعشرة. هقول نفس الكلام يا عم يا كابتن حازم ويا مستر فيتوريا ويا أساتذة يا نقاد يا رياضيين يا اللي بتقولوا على النادي الأهلي هو السبب. ما أنا عارف إنه كلكم ما بتشجعوش النادي الأهلي وبتشجعوا نادي آخر، ولكن كل اللي طالع يتكلم في هذا الأمر طالعين يتكلموا بهذا الشكل، هو ده الكلام وهذه الطريقة، كلهم ما بيشجعوش النادي الأهلي، كلهم معروفين إن هم بيغطوا أندية أخرى. مرة تانية هذكركم وهقول لكم، وهتقول لي يا اسلام انت بتعيد الكلام، ما هو لازم اعيده. ما هو لانه التكرار بيعلم الشطار. التكرار بيعلم الشطار. فلازم عشان نبقى شاطرين نكرر الكلام كتير عشان حضراتكم الشطار يفهموا. على فكرة الاهلي امبارح او قبل كده يعني مش امبارح راح كاس العالم للانديه بالناشئين والشباب ولعب كاس عالم للانديه. انا مش بقارن النادي الاهلي بمنتخب مصر ابدا، عمري ما اعمل كده،
عمري ما قارن النادي الاهلي بمنتخب مصر، لان اللي يقارن نادي بمنتخب بلده ده يبقى عنده حاجه غلط. بس انا بفكر الناس اللي بتنسى، بفكر الناس اللي بتنسى. جبتوا لي فغريبه جدا، كلام غريب جدا بيتقال. والله تقول لي انت متنرفز ليه؟ انا متنرفز من اللي بشوفه. بدل ما يتقال هذا الكلام، كان وجهة نظري أن البرامج الرياضية تذهب إلى أنه يجب أن يكون هناك تنسيق ما بين روي فيتوريا، وروي فيتوريا مش حد تاني، أو كابتن حازم إمام مش حد تاني. روي فيتوريا يقعد مع كل مدربين المنتخب خلال الفترة اللي جاية، أو المدربين اللي عنده اللعيبة اللي بياخدهم منهم، وينسق معاهم الفترة اللي جاية، خصوصا النادي الأهلي. ما تقعد يا عم فيتوريا، يا مستر فيتوريا، مع مستر كولر، ومستر كولر عنده 1 2 3، وانت فيتوريا عندك مستر فيتوريا عنده 1 2 3، تقعدوا مع بعض وانتوا الاثنين وتحلوا الموضوع. هنا عندي ماتش يوم 10، طب هتسيب لي اللعيبه لغايه يوم 6؟ طب لا مش هينفع، خليها 5 ونتكلم لغايه لما نصل لاتفاق. هتقولي اشمعنى النادي الاهلي؟ هو النادي الاهلي على راسه ريشه؟ لا، لأن النادي الأهلي هو أكتر نادي بيشترك في بطولات، أو السنة دي هيشترك في بطولات، ولا على راسه ريشة ولا حاجة من مثل هذا الكلام. فكلام غريب جدا الواحد عمال يسمعه وما بيسمعش. الواحد أنا ما بسمعش من امبارح غير إيه؟ شفتوا أنا كلامي طلع صح، قلت لكم إنه منتخب مصر هيتغلب. والله شفت حد عامل فيديو لايف كده، لايف من شوية، بيتكلم بهذا الشكل. أنا كلامي طلع صح. كلامك طلع صح إيه؟ هو أنتوا كنتوا بتتمنوا إن منتخب مصر يتغلب علشان تطلعوا تقولوا مثل هذا الكلام؟ والله العظيم ثلاثة عيب. هو أنتوا بتطلعوا تزايدوا على النادي الأهلي؟ يا عم اطلعوا حللوا أداء المنتخب. امبارح وأنا موجود مع حضراتكم قلت لكم إن أنا أول مرة أشوف أداء المنتخب بهذا الشكل. أول نص ساعة لعبها الشوط الثاني، الشوط الأولاني أنا آسف، هي دي النص ساعة الأفضل لمنتخبنا الوطني. لكن الربع ساعة الأولى والشوط الثاني، فيتوريا مستر روي فيتوريا بيقول إن هو عنده مشاكل. اقعد مع الناس وحل مشاكلك. ما بتلعبش مستريح أو ما عملتش معسكر وأنت مستريح. على فكرة النادي الأهلي لو كان ماتش أثيوبيا ده مهم ولازم تاخد الثلاث نقاط، ولا كان هيقدر يتكلم، ولا كان هيفتح بقه. ولكن حضرتك وزعت بيان قلت فيه ان محمد صلاح مش هيكون متواجد في مباراة اثيوبيا الرسمية 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 علشان هي مباراة تحصيل حاصل مش النادي الاهلي. فارجو من الاعلام خلال الفترة اللي جاية ان يساعد بمعنى ايه؟ يساعد بمعنى ان يدفع الكل للتنسيق خلال الفترة القادمة. يعني غياب اللاعبين هو اللي خسر منتخب مصر؟ طيب خليني اقول لحضراتكم انه الاستاذ محمد غرابه قبل كده قال، او في تصريحات يعني، ان ثلاث لعيبه الاهلي هيرجعوا ومحمد عبد المنعم بس اللي هيلعب ماتش. هو محمد عبد المنعم اللي خسرنا الماتش؟ او عدم لعب محمد عبد المنعم هو اللي خسرنا الماتش؟ تفكير غريب جدا واسلوب غريب جدا. اتمنى ان يكون هناك خلال الفتره القادمه تنسيق ما بين المنتخب والنادي الاهلي تحديدا، مش عشان النادي الاهلي على راسه ريشه، ولكن لان النادي الاهلي هيدخل في 4 بطولات خلال الشهرين 3 اللي جايين دول قبل كاس الامم الافريقيه. فارجوك يا مستر فيتوريا، انت مدرب كبير لك اسمك ولك تاريخك، من فضلك نسق امورك، أو نسق أمور المنتخب، مش أمورك أنت، نسق أمور المنتخب مع كل الأندية خلال الفترة القادمة، لأنها مهمة جدا 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 مثل هذا التنسيق.